هنا نور الدين مرابط يلعب كرة عرضية بالراس والهدف الأول. بيتروس يسجل الهدف الأول في صالح النصر. بيتروس المحارب، بيتروس المقاتل يسجل أول. النصر من يتقدم، النصر من يسجل، النصر يعلن فرحة الأولى بواسطة براية بيتروس وبقوة بيتروس وبرغبة بيتروس. غاب عبد الرزاق في شوط المباراة الأول، حضر بيتروس في شوط المباراة الثاني وسجل كرة براسه كانت صعبة على مارسيلو جروهي. شوف العرضية من نور الدين مرابط، الجماهير النصراوية هي تفاعلت مع كرة سلطان الغنام كأنها تقول بأن الهدف أوشك، أوشك الهدف وجاء الهدف. بيتروس يسجل للنصر، يسجل للطوفان الهدف الأول في شوط المباراة الأول. النصر يتقدم أولا براسية بيتروس، عرضية كانت رائعة وبيتروس يأخذ دور عبد الرزاق حمد الله في شوط المباراة الأول. العودة كثيرة للوراء، يبحث عن كرة، الكرة لعبد العزيز البيشي، البيشي يمرر كرة ملعوبة لصالح الاتحاد المالكي باتجاه عبد العزيز البيشي. البيشي عرضية ممتازة في المكان الصحيح إلى رومارينيو، والعودة للاتحاد. الاتحاد في أسوأ حالاته، لا يسقط، لا يسقط، ينهض النمر من أمام الكبار وصرخة النمور مع عودة الاتحاد، مع عودة رومارينيو. رومارينيو يعادل النتيجة دقائق قليلة، يعود معها الاتحاد في مباراة مجنونة مفتوحة على كل التوقعات في شوطها الثاني. رومارينيو نجح، نجح بكرة راسية وداوها بالتي كانت هي الداو. الاتحاد تلقى الشباكة، الهدف بالراس، عاد الاتحاد عن طريق رومارينيو بالراس. الكرة من راسية رومارينيو والكرة في مرمى البواردي، هدف تعادل يعود مع الاتحاد إلى المباراة من جديد. وسرعان ما عاد الاتحاد، وسرعان ما عاد الفرح للمدرج الاتحادي في المباراة، وتعود المباراة ويعود السجال. والكرة في صالح النصر الآن في ضربة بداية جديدة في المباراة.